خلاص مدريد ما وراهوش غير ليفربول في دوري الابطال، ابو مكه انا اسف، وجحيم الانفيلد وكبير انجلترا، ما هو خمسه كتير بصراحه. الفكرة ان مفيش سيناريو احسن من كده ممكن تبتدي بيه الماتش، باص من صلاح وجول بالكعب عالمي من داروين في الدقيقة كام؟ 4، بعدها ب10 دقايق بس غلطة ساذجة من كورتوا وصلاح يحط التاني، تيجي منك انت يا تيبو، وحتى بعد فينيسيوس ما جاب جول برضه عالمي، ألابا يتصاب اللي هو اصلا بيلعب في جبهة ما فيهاش بديل في مدريد، زي كل اماكن مدريد تقريبا، وينزل مين؟ ناتشو، وانا وانت عارفين ناتشو كويس، يوم يحصل ايه؟ أليسون بيكر يرد على كورتوا، تغلط في الانفيلد وانا موجود دي بتاعتي، ويخبط الكرة في فينيسيوس اللي هو اصلا مش باصص على الكرة عشان مدريد يتعادل، وكلنا عارفين يعني ايه مدريد يعمل كامباك، ما اصل السنه اللي فاتت مش بعيده يتقلب الماتش بعد ما كان ماشي في اتجاه ليفربول لواحد من ماتشات مدريد اللي كلنا حافظينها. جماعه لعيبه مدريد نازلين بين الشوطين بيضحكوا، مع العلم الماتش كان لسه تعادل. المهم يبتدي الشوط الثاني، العالم كله شاف مودريتش وهو بيشاور لميليتاو، ودفاع ليفربول بيتفرج، ميليتاو كلم مودريتش هتجيب جون او حاجه. المهم الرابع الخامس والاثنين بنزيما، والخامس ده جول جامد قوي من الحكومه اللي هو ومودريتش جماهير ليفربول سقفوا لهم وهم طالعين من عظمه اللي قدموه. في كام لعيب في مدريد كده مجرد ما بيسمع نشيد دوري الابطال بيتوحش، طبعا كورتوا العاق كان منهم، وانا هنا مش بتكلم عن فنيات، انا بتكلم عن ثقه بالنفس، ثقه قادره تخليك ترجع حتى لو في انفيلد، ثقه اتنقلت للجمهور اللي بقى عارف ان فريقه ممكن يرجع في اي وقت في اي ماتش قدام اي فريق ومهما كانت النتيجه، بل وتتنقل خوف للمنافس. هتقولي طب يا عصفور فيها عوده؟ لا لا بجد كل شيء وارد، هو مكسب وكبير بس في الاخر مكسب، والقاعده بتاعت الجول بجولين خارج الارض اتلغت، دي لو موجوده ليفربول ما يروحش البرنابيو اصلا. عموما مبروك للملك وهارد لك للريدز، يلا سلام. ثانيه واحده، كان في ماتش تاني، نابولي كسب فرانكفورت 2-0 في المانيا، انا كده خلصت سلام.